جبت القرعه ديال ليسونس، خواليه تخولي على وجهي هنايا، قلت لك ما كامله جوج ثواني ثلاثه العافيه شاعله. اهلا وسهلا بمستمعي اذاعه ام غاديو، كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معنا في حكايه اليوم مع السيده خديجه اللي غترجع بينا نهار 8 رمضان 2022 وغتعاود لنا الحدث اللي خرج لها على حياتها كليا واللي كان السبب فيه هو الزوج ديالها. اذا ما نطولش عليكم، خليكم جميع تسمعوا حكايه خديجه. السلام عليكم، معكم خديجة 32 سنة من مدينة سطات. جيت نعود لكم القصة ديالي. تعرضت لأبشع أنواع العنف من طرف الزوج ديالي اللي دابا ولا الطليق ديالي 2012. كنا كارين لهم واحد لابارتومون، ومن ثم تعرفت على هاد السيد، تعرفت عليه مدة 6 شهور وتزوجنا. تعاملني زوين، واحد المعاملة زوينة ما نكذبش عليه. كانوا مشاكل مع دارهم، يعني في الاول كانوا باغين داخلين على طمع، قال لي مزيان تاخذ هاد السيده حقها راه تبقى، يعني نبقاو مجموعين في دار وحده حين دارنا هذه ما يبقاش يخلصوا الكره. صافي حنا ملي تزوجنا حيدنا لهم هذاك المخطط ديالهم انهم يعني نبقاو جالسين معاهم. هذاك سكننا، جينا هنا سكننا في كازا، وهما دارهم اللي شافوني انا درت بحال كم، يعني ما سكنتش معاهم، بحال ولاو شادين معايا سكار. عشنا حياتنا بخير. اللي مات الاولى شويه السيد تبدلات المعامل ديالو، العصابي الغوت ما نعاودش لك. ولدت ولدي في 2013، ملي ولدت ولدي الاول ولينا في المشاكل، صداع، سبان، بعض المرات ضرب، العنف الجسدي والعنف اللفظي، يعني بعض المرات يهز شي عصا يبدا يضرب فيا، نقول لي طلقني. وهذا كان يهددني كيويا معليش فكري في الطلاق، نخسر لك وجهك ونحرقك. هذه ديما كانت في فمو. انا خفش على راسي، تنقول انا على وجه هذوك الوليدات ما نضيعهمش، نصبر باش ما طلق. يعني لا ضحكت سيمانه شهر كنكذو. الدراري حتى هما يعني حتى نفسيتهم كتكون با نورمال. انا اش ندير المدرسه، انا اش نكسيهم، انا اش نصبطهم. ملي ما تيكونش كنكونوا عايشين بخير، غير تيجي يعني النهار الاول راه بخير، شويه كيولي الغوت في السماء وفي الارض، كيضرب الدراري لدرجه ولادو بعض المرات كيويا كونوا ما يجيش، حيت كيديبلاصا هو بزاف، كيويا كنا احسن ما يجيش، نبقاو غير حنايا بثلاثه. حتى هذا النهار المشؤوم اللي طرا لي فاتش في 2022 28 في رمضان مع الفطور، طيح ولدي كاس، ضربته كأي أم أضرب ولدها، ماشي شي ضربة اللي خايبة ولا شي حاجة. ناضوة بدا شي عير تيسب، مخلم أشنو قال ليا، مسني في شرفي، شرف عائلتي. هز واحد العصا ضربني بيها، حكم هو حرفته صباغ. جبت القرعة ديال ليسونس، خواليا تخولي على وجهي هنايا، قلت لك ما كاملة جوج ثواني ثلاثة العافية شاعلة. يعني أصعب إحساس ممكن شي عدوك وما تبغيش لي. ملي شعلت فيه انا العافيه، هز مانطا، مانطا ناشفه ولح عليا، يعني انت اللي عطا الله عطا. خرج عيط لدارهم قال لي ما عتقوني راني خرجت على راسي وعليها. فهاديك الوقيته هو اللي تيهضر مع دارهم، سلت لي ولدي الصغير. مشى ولدي الصغير كيجري كيدق في الباب، طلعت عليه اختي الصغيره كيولي عتقو ماما شاله فيها العافيه. اول وحده وصلوا عندي الام ديالي والاب ديالي واختي، يعني الامبولانس ما جاتش 20 دقيقه ولا 30 دقيقه عاد جات. السبيطار لي ديال مدينتي قال لي حالته خطيره، خاصها تمشي لابن الرشد في كازا. وصلوني لابن الرشد هنا في كازا، يلا وصلوني. دخلت في كوما، هذيك الساعة دخلت في كوما مدة 15 يوم، ولكن ربي راه كبير. تخطيت جميع الصعاب، اللهم لك الحمد، وقفت على رجلي، وأحسن نعمة باش تشوف هذيك العافية طالعة للفوق وعينيك تحفظوا لك، راه هذه بحد ذاتها معجزة من عند الله. جاو عندي البوليس للسبيطار، عاودت لهم هذاك الشيء بالتفاصيل. داك النهار تشد ملي خذوا الأقوال ديالي، تشد مدة 45 يوم، تشد الحالة كاملة وتشد فيها غير 45 يوم، وخرج بصراح مؤقت. حرموني من ولادي 7 شهور ما تنشوفش ولادي، حتى وليت وقفت على رجلي، درت شيكاية وطلعت الرباط. دابا الدوسي تفتح من جديد. نهار 21 في رمضان هذا اللي داز، تشد تعتقل، وباقي لدابا راهم معتقل. كنتمنى انهم ينصفوني وما يضيعوش ليا الحق ديالي. اذا مستمعينا الاعزاء، كيف سمعتوا جميع ان خديجه ما دازش عليها القليل، كانت كتعرض لجميع انواع العنف سواء اللفظي او الجسدي او المعنوي من طرف الزوج ديالها، وبعض الاحيان حتى الاولاد كيتعرضوا للعنف من طرف الاب ديالهم. اذا تخيلوا معايا كيفاش غتكون هاد الاسره والنفسيه اللي غيكبروا فيها هذوك الاطفال. وما كفاش داك الشيء كامل اللي كان معيشهم، وانما وصلت به انه يحرق مرتو قدام ولادو وهي حيه. تخيلوا معايا الوضع، كيفاش السيده حست في ديك اللحظه، ونظرات ديال الابناء اللي كيشوفوا ماماهم كتحرق قدام عينيهم، وشكون اللي حرقهم؟ باهم. فمن خلال هذه الحكايه الواقعيه الحقيقيه المؤسفه، كنناشد اي امراه كتسمعني، الا كان الزوج ديالك كيتعدى عليك، كيضربك، كيمارس عليك جميع انواع العنف اللفظي والجسدي، هربي.
هربي وما تلفتيش وراك، حنا في هاد الحياة كنعيشو مرة واحدة، إذا علاش كتسمحوا لأنفسكم أنكم تحكموا على رئيسكم بالمؤبد مع أعداء في نفس البيت؟ لأن الزوج اللي كيعامل المرأة ديالو باحتقار فهو عدو، وما كتمثلش عليه صفة الزوج اللي وصانا بها نبينا عليه السلام. اختاروا أنكم بمجرد ما تعرضوا للضرب أول مرة وعندكم دليل كيثبت الضرب والاعتداء، سيروا فورا ديروا شهادات طبية كتفوت المدة ديالها 21 يوم، ديكلاريو عند البوليس ودفعوا الطلاق للضرر، وخليوا القانون ياخذ لكم حقكم وهزوا ولادكم وانتقلوا المدينة فيها الخدمة، وكافحوا من أجل كرامتكم وتعيشوا اللي بقى لكم من حياتكم هانيين. الخدمة في الحلال كيف ما كانت ماشي عيب، العيب هو أنك تسكت عن الظلم في حق نفسك حتى كتجيبها في راسك. فالنهاية ديال الأسر السامة دائما كتنتهي بشي كارثة، يا الموت يا الحبس يا اضطرابات نفسية يا شي تشوه كيف وقع الخديجة. وإلى هنا كتسالي حكاية اليوم، إلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة مع حكاية جديدة. شكرا على استماعكم.